السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سامر البكش من قناة سيارة الأحساء، وإحنا حاليا في التويوتا هايلاندر 2023. طبعا نظامها جديد تماما، مو بكل القطع تتوافق وياها، الكار سمارت ما تشتغل معاه، ولكن كار لينكت بجميع أنواعها، سواء كان رام 3 رام 4 رام 8، هذا شوفوا هذا رام 4 شغالة زي الحلاوة، وحاليا مشغلين هذا الخرائط واليوتيوب في نفس الوقت شغالة زي الحلاوة بكل السلاسة والأمور طيبة. بس اتذكروا يا شباب انكم لازم اول ما تشبكون لازم تحدثون المتجر، ضروري جدا عشان ما يطفي عليكم اليوتيوب ولا تطفي عليكم الخرائط، لازم تسوون تحديث. الله يعطيكم العافية. طبعا القطع كلها عليها ضمان سنة او سنتين، استبدال فوري في حالة العطل المصنعي، وتذكروا دائما ان احنا ضماننا مو بزي بقية المواقع من غير ذكر اسماء، في ضمانات، في من غير ضمان تحتاج انك ترسل لهم الى بلدهم في الصين وترجعها، تكلفك حول 350 ريال بس عشان تضمن، ويصلحونها لك ويجيبون لك عشان يعطونك جديدة. وفي بعض المواقع اسبوعين واستبدال، وفي بعض المواقع شهر وبعدها ما عليهم منك. اللي يبي ضمان كامل ياخذ من وكلاء سعوديين، انا واحد منهم، ضمان سنة او سنتين، استبدال فوري في حالة العطل المصنعي مع الدعم والتحديثات والدعم الفني. أنا أتميز عن ذلين كلهم بالضمان والتحديثات والدعم الفني، أعرف كل صغيرة وكبيرة فوق ما تتخيلون في القطع هذه، لأني صار لي أنا أول شيء أتعامل مع المصنع مباشرة، وتجيني حالات يومية أجرب على كل السيارات وأعرف كل السوالف. معاكم سامر البقشي، رقم جوالي 0506908466. لا تنسون الاشتراك في القناة وعطونا لايك وننشروا المقطع، وعيدكم مبارك وعساكم من عواده، والله يرجع الحجاج بسلامة، والله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيد أضحى مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام حبايبي.